تقول: عندما أقوم بصبغ شعر رأسي بالحنة أضع عليه المنديل، وعند الوضوء أمسح على المنديل، مع أنه لم يسبق أن توضأت قبل وضع الحنة، فهل صلاتي ووضوئي صحيح؟ وإن كانت صلاتي غير صحيحة فهل أعيدها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تمسح على المنديل، ولا في هذا عن مسح الرأس، فتكون قد تركت فرضا من فروض الوضوء، فعليها أن تعيد الصلاة التي مسحت فيها على المنديل بدلا من مسح الرأس. وإنما أجاز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي شدته على رأسها وأدارته تحت حنفها، فهذا هو الذي يمسح عليه بالمشقة لنزعه، ولأنه يشبه العمامة للرجل التي جاء شرع بمشروعية المسح عليها. ولهذا قال الفقهاء لما ذكروا المسح على العمامة، قالوا: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. أما المنديل وشبه من الأغطية أو الخمار أو غير ذلك مما يكون على الرأس، الخمار غير المدار تحت الحلق، فهذه لا يجوز المسح عليها. فإن كانت مسحت على المنديل وصلت فإنها تعيد الصلاة لأن وضوءها غير تام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.